أما في موريتانيا فتعيش معمرة تجاوزت 130 من عمرها، تعيش بذاكرة قوية وقدرة بالغة على الحركة، بل أنها تزوجت مؤخرا وهي في هذه السن. المزيد حول هذه السيدة نتابعه في هذا التقرير. هذه مريم، حسب ذاكرتي التي ما زالت قوية فإنها من مواليد عظيم البرد، وهو حسب مسميات الشناقط القدامى يوافق 1875 ميلاديا، أي أن مريم تبلغ من العمر 134 سنة. لم نستطع سؤالها مباشرة كما قيل لنا عن عمرها لخوفها من الحسد والعين، ولكن حسب معلومات الأسرة التي كانت مريم تربي أجدادها والتي لا زالت تسكن لديها حتى الآن، فإن مريم عاصرت جد هذه الأسرة الرابع والذي توفي قبل 70 سنة من الآن. لدى مريم عدة طقوس تربت عليها ولا زالت حتى الآن تعمل بها، من أهمها عدم زيارة الطبيب، فمريم لم تدخل المستشفى إلا مرة واحدة عندما كانت تمرض زوجها الرابع قبل 50 سنة، وتفضل المراهم التقليدية وتعتمد في مذاقها على التمر واللحم المجفف، إضافة إلى شم مادة محلية غير ضارة ينتشر شمها في موريتانيا بين صفوف النساء خاصة، وتزاول الرياضة يوميا خاصة رياضة المشي. الحمد لله نوتيعت وعيسنا براي خط عربي كيسان ما لا تداوين تحجب عليا والداوين ما توفات إلا في جمودة نقد على عمره. طب ما تبقى ما نرضى ما قد دخلتي الطب دخلت له حطاني اللي كان معايا ما رضيت عليك وجع ودخلت به الطب فقال عرف عني بعد الدهن الدهن بعد كيلو فويسد تم حذافة ماتي يعني ينبضوا واني راني تقدوا علي وتوهجين. تسكن مريم في الطابق العلوي من منزل أسيادها خاصة بعد وفاة جميع من لها به صلة قرابة، وتقوم بجميع أعمالها وحدها خاصة أنها لم تنجب طيلة حياتها بالرغم من زواجها 9 مرات، وكانت آخر زيجة لها قبل 3 سنوات، أي أن مريم تزوجت وهي في سن 131 سنة. كيف ما خالك حرطاني لولاد الناصر إن قالوا الحسن ودي معايا عماء سينيغال حزاني دمني قدر علي وهو عني. مريم تراث تاريخ أسرة أهل مقية والتي هي إحدى أكبر الأسر الموريتانية، ومريم شاهد حي على أمجاد هذه الأسرة، ويأتي الأحفاد لزيارتها بانتظام ليستمعوا إلى تاريخ وبطولات أجدادهم القدامى. مريم اعتبرها شخص من الأسرة، مربية والدي أصلا خلاق على عيدها، مربي عمامي أكبر منه ونبقوها وقاري علينا، وهي المزات مزالت حاضرة لزمن جدودي، لا مزات عندنا قاع من التراث تقريبا اللي مازلنا محافظين عليه وتذكرنا بياسر ودائما ترد علينا قصصهم ذاك الفات وترد علينا ياسر مازالت نتكره ياسر. فاطمة الشيخ سلموا لتلفزيون الآن نواكشوط.